احنا من 3-4 سنين كنا واقفين قدام بيوتنا عايزين نحميها لما كنا مهددين في امنيتنا، وقررنا وقفنا على رجلينا. اللي ما قدرش يعمل اللي احنا عملناه مشردين لاجئين في حته كتير، واللي بيطلع منهم يمشي في الشارع او بعد صلاه الجمعه يجي شباب محترم من دول الشقيقه للاسف اضطر انه يندس او يهاجر علشان يعيش بس عشان تفهم. تليفوني يا استاذ عشان